في مثل هذه الأيام من عام 73 انتفض الشعب المصري كله ورأى قواته المسلحة القادرة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار. الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر أثبتت أن مصر عصية على الانكسار وقادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله. خلال لقائه قرينة الرئيس الأمريكي، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن. وزيرة الصحة تشيد بالوعي المجتمعي وإقبال المواطنين على المشاركة في حملة الكشف المبكر على فيروس سي. من مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي اليوم كلمة إلى الشعب بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن النصر السادس من أكتوبر يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، وأن حرب أكتوبر أثبتت أن مصر عصية على الانكسار وقادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله وتفرض على الجميع احترام إرادتها. في مثل هذه الأيام من عام 73 انتفض الشعب المصري كله ورأى قواته المسلحة القادرة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار، وأنها بفضل الله وبعقول وسواعد أبنائها استطاعت تجاوز الفترة الصعبة التي تلت عام 67، فأعادت بناء قواتها المسلحة وفرضت حرب استنزاف طويلة بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أثبتت أن الوطن ما زال ينبض بالإرادة والعزيمة. وجاءت حرب السادس من أكتوبر بقرار الزعيم الراحل أنور السادات وقيادته لتعلن أن مصر قادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها. كما أكد الرئيس السيسي في كلمته أن حرب أكتوبر لم تكن فقط من أجل استرداد الأرض، ولكن كان السلام نصب أعين المصريين قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن الأمة المصرية طالما سعت للسلام القائم على العدل وتوازن القوى. شعب مصر الكريم، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن فقط من أجل استرداد أرضنا، وإنما كان السلام أيضا نصب أعيننا. فالشعوب العريقة ذات التجربة التاريخية الممتدة على مدار الزمن تعرف معنى السلام وتسعى إليه، وتدرك جيدا أن السلام يجب أن يستند إلى العدل وتوازن القوة، ولا تخشى في الحق لومة لائم أو مزايدة مزايد، وهو ما أدركه شعب مصر العظيم ونفذته قيادتها التاريخية متمثلة في الزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، الذي نتوجه اليوم بتحية إلى روحه وإلى أرواح شهداء مصر الأبطال. إن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب، ولعل الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن تحدي القتال. وفي الحالتين أوضحت مصر أنها عندما تقرر تستطيع التنفيذ، وأن إرادتها في السلام نابعة من قناعة وطنية وشعبية. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أن قدر الشعوب العظيم مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحدى ظروفا جسام كان أهمها تحدي الحفاظ على الدولة المصرية والحيلولة دون انهيارها، ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى والإرهاب الغادر. شعب مصر العظيم، إن تحديات الحياة لا تنتهي، وقدر الشعوب العظيم مواجهة هذه التحديات وقهرها. وها نحن في مصر واجهنا تحديا من أصعب ما يكون خلال السنوات الماضية.
تحدي الحفاظ على دولتنا ومنع انهيارها، ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى وانتشار الإرهاب المسلح الغادر. وأشار الرئيس السيسي إلى أن النظرة المنصفة لمجمل تحديات الأمن القومي التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية تؤكد أن جذور الانتصار وقهر المحن هو ركيزة متوطنة في التربة المصرية مكنتها من عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الماضية. فالنظرة المنصفة إلى مجمل تحديات الأمن القومي التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية توضح لنا بجلاء أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، وأن جذور الانتصار وقهر المحن متوطنة في تربة بلدنا العظيمة، وأننا كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من 1967 وحتى 1973 استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فلم تضعف التحديات الصعبة عزيمتنا، واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاسمة لتنظيماته وعناصره، كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع. وفي ختام كلماته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء شعب مصر العظيم، كما وجه الرئيس السيسي تحية إلى الوحدات العربية المقاتلة التي شاركت الجيش المصري كرفقاء سلاح في حرب أكتوبر المجيدة. أتوجه بالتحية مجددا عرفانا وامتنانا وتقديرا لأرواح أبطال مصر شهداء جيشها العظيم الذي روت دماؤهم الغالية تراب سيناء المقدس، فأثمر لنا سلاما وأملا في الحياة لملايين المصريين. وتحية للوحدات العربية المقاتلة التي شاركتنا في حرب أكتوبر أشقاء أعزاء ورفاق سلاح، وتحية من القلب لأبناء وأسر الشهداء، شهداء مصر في كل العصور وفي الحرب على الإرهاب التي لا تقل خطرا. نقول لأسرهم إن مصر تتذكر بكل الخير بطولات أبنائها ولا تنسى تضحياتهم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر من عام 1973 حطم الأساطير ومهد الطريق الواحدة من أهم مبادرات السلام في العالم. وقال السيسي في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن يوم 6 أكتوبر هو يوم استرداد الكرامة والسيادة على بقعة غالية من تراب الوطن وعزيزة على قلب كل مصري، حيث إن الجيش المصري العظيم سطر ملحمة خالدة حطمت الأساطير ومهادت الطريق أمام السلام. كما هنأ الشعب المصري بهذه المناسبة قائلا: كل عام وكل مصري فخور بجيشه، مؤمن بوطنه، متمسك بكل ذرة من أرضه، رافعا اسم بلده عاليا. معي عبر الهاتف سيادة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. سيادة اللواء، ماذا تقول اليوم الذي يمثل ذكرى معركة الكرامة بالنسبة للمصريين، خاصة الأجيال التي لم تعاصر هذا النصر؟ أقول لحضرتك أن طبقا لآخر استعداد موجود أن حوالي 70 مليون مصري تقريبا هم في سن 45 سنة، يعني اللي هم ما حضروش حرب أكتوبر. وبالتالي كان دورنا الفترة دي كلها أن لازم نفهم ونوعي هذه الأجيال العظمة اللي قام بها القوات المسلحة والجيش المصري والشعب خلال 7 سنوات اللي هي فترة حرب الاستنزاف من 67 إلى يوم 6 أكتوبر 73، لأن الاشتراك هو اشتراك الجيش، اشتراك الشعب، ويعني كانت فترة عمر ما مصر هتشوف فترة حالكة زيها زي ما كانت هذه الفترة. وحتى لو قارناها دلوقتي هنلاقي إن مفيش حاجة، رغم إن دلوقتي مصر بتقود معركة إرهابية ضد الإرهاب كبيرة جدا. إنما ما تم كان بيتقال إن إحنا السيد الرئيس النهاردة إدى كل رئيس دوره، الرئيس عبد الناصر دوره في انه عاد لم شمل القوات المسلحه
وعاد تسليح وتنظيم القوات المسلحة، وفي آخر عهده تمت أول خطوة لخطة العمليات اللي هي المآذن العالية. بعدها استكمل الرئيس السادات واستكملت الخطط بجرانيت اللي احنا عبرنا بها قناة السويس، وهو صاحب القرار. ودايما عايز اقول لحضرتك ان قرار اتخاذ الحرب ده قرار مش سهل، قرار صعب، لانه عارف انه هيكون وراه العديد من المشاكل. تخيلي لو كانت العمليات ما فشلت كان هيحصل ايه لمصر وهو شخص؟ انما الحمد لله ربنا كرم مصر وكان القرار قرار سليم، والقوات المسلحه ادت ببراعه في مثل هذه الحرب، وحقيقه قدمنا للعالم كله مفاهيم وافكار جديده. والنهارده كل العالم بيستغل، لان الحرب دي هي احدث معركه في التاريخ الحديث بين جيشين على اعلى مستوى، هو الجيش المصري والجيش الاسرائيلي. لان من الحرب العالميه الثانيه ما فيش حرب تقليديه تمت على هذا المستوى خالص بين اي دوله. فعشان كده احنا بعد ما خلصنا الحرب كل الدول الثانيه تسابقت عشان تشوف الخبره اللي ادتها القوات المصريه لكل دول العالم، خاصة في المجال العسكري، سواء في التسليح. يعني التسليح كله اتغير بعد ما الجيش المصري دمر المدمرة إلى كل البحرية في العالم غير التسليح والتكتيكات اللي عملته القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية في الحرب. طبعا أثر تأثير مباشر على تغيير مفاهيم القتال الكثيرة في العالم. وزي ما قلت في أحد البرامج أن يكفي أن الدفاع المتحرك كان كونسبت رئيسي لكل الدول الغربية، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وحتى إسرائيل. بعد حرب أكتوبر أثبتوا للجميع أن الجيش المصري أفشل الدفاع المتحرك، وبالتالي تم تغييره في العقيدة الغربية إلى شكل جديد من أشكال الدفاع وهو الدفاع المصري. عشان كده القوات المسلحة أدت دور عظيم في هذه الحرب. ما ننساش الدولة عملت إيه، الشعب عمل إيه، 3 مدن تم تهجيرها بالكامل، فده إنجاز من الشعب. أيضا اللي بنى قواعد الصواريخ هم العمال المصريين بتوعنا بتاع شركة المؤمنين العرب، فكان هناك تجانس كبير جدا بين الشعب المصري والقوات المسلحة، وده اللي حقق مصر أكتوبر العظيم. أشكرك جزيلا سيادة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. احتفلت محافظات مصر بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التي أعادت لشعب مصر الروح والعزة والكرامة، حيث قام المحافظون بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن والجندي المجهول. احتفالا بالذكرى 45 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي تحطمت فيها اسطورة الجيش الاسرائيلي وخط بارليف الحصين، بفضل قوة واصرار وايمان قواتنا المسلحة وجنودها البواسل، نظمت محافظة الفيوم احتفالية كبرى حضرها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي مدير امن الفيوم، والعقيد ايمن عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية. وعلى هامش الاحتفالية قام محافظ الفيوم بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بميدان هارون، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. هي ذكرى عظيمة، ذكرى استعادة الكرامة والعزة لبلدنا، وكانت البداية لاسترداد أرضنا المحتلة، ولازم نحافظ عليها. عشان كده الذكريات دي لما بنستعيدها مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجتهد
نحافظ على اللي أجدادنا عملوه وعلى أبهاتنا عملوه، علشان بلدنا في أشد الاحتياج حاليا لجهود كل شعبها وجهود كل الناس، علشان نستعيد أيامنا الخالدة. مصر عظيمة، مصر حضارة، يا رب بإذن الله تعالى يبقى خير على بلدنا كلنا بمشيئة الله تعالى. كما احتفلت محافظة الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر، وقام محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم يرافق المستشار العسكري للمحافظة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة. وتحتفل محافظات مصر بهذه الذكرى التي أعادت لشعبنا وبلدنا الروح والعزة دفاعا عن الكرامة واستعادة أراضي الوطن في معركة تاريخية أشاد بها العالم. تعد حرب 6 أكتوبر عام 1973 أكبر ملحمة عرفها التاريخ العربي حتى الآن، حيث إنها تعتبر نصرا فريدا من نوعه ولا يمكن أن يمحى من ذاكرة المصريين. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. كانت هذه بعض كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات في خطابه التاريخي أمام مجلس الشعب في أكتوبر من عام 1973 فيما عرف بخطاب النصرة. بدأت الحرب في الثانية ظهرا بضربة جوية تشكلت من أكثر من 220 طائرة مقاتلة عبرت قناة السويس وخط الكشف الراداري للجيش الإسرائيلي، مجتمعة في وقت واحد مستهدفة محطات التشويش والإعاقة ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وكذلك تجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومخازن الذخيرة. بعد ب5 دقائق قامت أكثر من 2000 قطعة مدفعية وهاون ولواء صواريخ تكتيكية بقصف مركز لمدة 53 دقيقة، صانعة عملية من أقوى عمليات التمهيد النيراني في التاريخ. عقب عملية التمهيد النيراني بدأت عمليات عبور مجموعات اقتناص الدبابات لقناة السويس لتدمير دبابات الجيش الإسرائيلي ومنعها من التدخل في عمليات عبور القوات الرئيسية للقناة وعدم استخدام مصاطبها بالساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة. في 22 دقيقة أتمت المدفعية موجة القصف الأولى لمدة 15 دقيقة، وفي توقيت موجة القصف الثانية بدأت موجات العبور الأولى من المشاة في القوارب الخشبية والمطاطية. مع تدفق موجات العبور بفاصل 15 دقيقة لكل موجة وحتى 4:15 مساء تم عبور 8 موجات من المشاة، وأصبح لدى القوات المصرية على الشاطئ الشرقي للقناة 5 رؤوس كباري. مع عبور موجات المشاة كانت قوات سلاح المهندسين تقوم بفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط برديف باستخدام مضخات مياه ذات ضغط عالي، وعند فتح الثغرات قامت وحدات الكباري بإنزالها وتركيبها في خلال 6 إلى 9 ساعات. تمت عمليات العبور باكتمال تواجد 80,000 مقاتل مشاة و800 دبابة ومدرعة ومئات المدافع على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتم اختراق الساتر الترابي لخط بارليف والذي اعتبر أكبر مانع مائي في التاريخ، حيث بلغ عرضه نحو 7 أمتار وارتفاعه 20 مترا خلال 6 ساعات فقط من بداية المعركة. هكذا انتهت ملحمة أكتوبر بأقل خسائر ممكنة للجانب المصري، بينما تجبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بلغت أكثر من 300 طائرة و600 دبابة ونحو 3000 قتيل. مهد ذلك الانتصار الطريق لمعادة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في سبتمبر من عام 1978 واسترداد السيادة المصرية الكاملة على شبه جزيرة سيناء وقناة السويس وعودة الملاحة إليها في يونيو من عام 1975.
واليوم تحتفل مصر بالذكرى 45 على ملحمة النصر التي أنهت خرافة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وإعادة سيناء إلى وطنها الأم. قام قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم بالإفراج بالعفو عن 2068 نزيلا وشرطي عن 718 آخرين، فضلا عن الإفراج عن 896 من الغارمين والغارمات في إطار مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمات، واستكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر. هي دموع الفرح بعد لقاء ذويهم بعد أن غيبتهم السجون لفترات طويلة، ليكون اللقاء حارا، والشكر لكافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات. أنا كنت مزنوعة في فلوس وكنت داخلة على عملية وأنا معايا 7 عيال ومش لاقية لهم مصاريف، خدت مضيت عند ناس وخدت منهم فلوس، ولما اتحبست السيد السيسي سدلي. الحمد لله كانت فرحتي كبيرة أوي والله. أنا معايا 7 عيال ما كنتش عارفة مين اللي هربيهم ومين اللي هيشيلهم من بعد أنا ما اتحبست. اضطريت إن أنا أخد فلوس سلف وأمضي وصلات أمانة فاتحبست فيها، ما عرفتش إن أنا أسدها بره، وجوزي أنا على كد حاله فما ينفعش إن هو يسدها لي، فروحت اتحبست. فأشكر صندوق تحيا مصر لأن هو دفع لي، وأشكر الرئيس لأنه ساعدنا إن هو يطلعنا إن إحنا فعلا كنا ميتين جوا السجون. أنا كنت اتحبست في سنة، قعدت 80 يوم، وبعد 80 يوم اتفاجأت للصندوق تحيا مصر الحمد لله رب العالمين بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفعوا لي الفلوس اللي عليا وقالوا أنت بعتوا لي في المكان اللي قاعد فيه وقالوا دفعت لك الفلوس وهتطلع في إذن الله في عفو أكتوبر، فشكرا جزيلا لسيادة الرئيس. لم شمل أوصال الأسرة التي كانت مهددة بالتفتت والتفرقة بعد أن انقطعت بهم السبل كان دافعا لكافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مصلحة السجون لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن 3682 نزيل ما بين غارمين وغارمات وعفو رئاسي. الغارمين والغارمات من 24/8/2018 حتى 4/10/2018 وصل العدد 896 حالة، ولجان العفو انتهت في النهاية إلى 2068 حالة عفو و718 حالة من الإفراج تحت الشرط، ليبلغ العدد الإجمالي 3682. بنحتفل ب 896 غارم وغارمة، وكان في دفعة قبليها كان تقريبا أكتر من 696 غارم، وإحنا مستمرين مع وزارة الداخلية وقطاع السجون لخروج كل الغارمين من السجون المصرية إن شاء الله. 30 مليون جنيه من تبرعات المصريين اللي بيشاركوا في صندوق تحيا مصر. كانت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية قد فحصت عددا من الحالات حيث تم التفاوض مع دائنيهم، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد تلك المديونيات، ثم تم استئذان النيابات المختلفة لاستصدار قرار وقف تنفيذ العقوبة ومن ثم الإفراج عنهم. فرحة ودموع تلخص لقاء هؤلاء السجناء بالأهل والأحباب بعد فترة قضوها خلف الأسوار ليعودوا من جديد إلى رحاب الحرية. من منطقة السجون طورة، أشرف مبارك، النيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بقصر الاتحادية ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وقرينته رحبا بالسيدة ميلانيا ترامب، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. كذلك استعرض اللقاء الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، إضافة إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل.
وخلال زيارتها لمصر زارت قرينة الرئيس الأمريكي منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار خالد العناني والسياحة رانيا المشرط. وأشار وزير الآثار إلى أن الزيارة استمرت حوالي ساعة، بدأت بزيارة تمثال أبو الهول، ثم قامت قرينة الرئيس الأمريكي بجولة عند منطقة البانوراما الأثرية ومشروع تطوير الهضبة. هذا وقد غادرت قرينة الرئيس الأمريكي القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، وكان في مقدمة مودعيها بمطار القاهرة السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. الجدير بالذكر أن ميلانيا ترامب بدأت جولة إفريقية الثلاثاء الماضي، استهلتها بزيارة غانا وملاوي وكينيا، واختتمتها بزيارة مصر. أشادت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالوعي المجتمعي والذي كشف عنه أعداد المواطنين الذين ترددوا على حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية. وخلال مؤتمر صحفي أعلنت زايد أن أكثر من 890,490 مواطنا ترددوا على المستشفيات والوحدات الصحية لإجراء الفحوصات والمسح الشامل حتى الآن. تحت شعار 100 مليون صحة، تتواصل المراكز الطبية بالمحافظات التسع المنوطة بعمل المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية كالسكري والضغط والسمنة، عملها في استقبال المواطنين الذي وصل عددهم في اليوم الخامس إلى أكثر من 890 ألف مواطن، وهو ما كشفت عنه وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي. عملنا مسح ل 890,491 مواطن، أعلى نسبة مشاركة كانت جنوب سيناء، واعلى اعداد مشاركه كانت محافظه البحيره، والفئه العمريه الاكثر تردد سن من 26 ل 45 سنه، والاناث 52% والذكور 48%، وكانت اوقات الذروه من 10 صباحا ل 1 مساء. تم زياده نقاط المسح الثابته من 1412 نقطة، كل نقطة فيها من 2 ل 4 فرق بيشتغلوا من 9 صباحا ل 9 مساء، تم زيادتهم من 1412 ل 1448 نقطة ثابتة، بالإضافة إلى إن احنا تم توجيه عربات متنقلة للكشف في الأماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في التسع محافظات المستهدفة. كما أكدت وزيرة الصحة خلال المؤتمر على إقبال المواطنين بالمواقع الطبية كافة، والذي يرجع إلى الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في تلك المبادرة القومية. في وعي مجتمعي جدا لأهمية إن احنا ننزل ونكشف على أكثر الأمراض اللي بتسبب الوفاة للشعب المصري، وأنا يعني الفئة العمرية الأكثر مشاركة من 26-45 سنة، معناها الشباب عندهم وعي كبير جدا إن هم ينزلوا وإن هم ياخدوا من وقتهم 10 دقايق علشان يطمنوا على صحتهم وصحة المجتمع اللي هم فيه. مش لازم بس تروح علشان تعرف إذا كان عندك ضغط وسكر وفيروس سي أو لا، لو أنت عارف برضو انزل عشان نكتب إن أنت عندك، علشان نديك علاج مجانا، علشان نبقى عارفين نسب الإصابات في المجتمع. الحملة دي مش حملة أنت بتطمن على نفسك بس، أنت كمان بنكتب أنت عندك إيه علشان نعمل خطط صحية وخطط اجتماعية تستجيب للحاجة الحقيقية في المجتمع. المؤشرات الإيجابية للمسح الطبي لمبادرة الرئيس التي كشفت عنها وزيرة الصحة تؤكد مجددا عزم المواطنين بالقضاء على فيروس سي ومواجهة الأمراض غير السارية بشكل قاطع. محمد حلمي، النيل. وللمتابعين ضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور خالد، الخطوات القادمة في هذه المبادرة مع نسب الإقبال الكبيرة من المواطنين والنسبة الأكبر كما أعلنت وزيرة الصحة في محافظات أو محافظتي جنوب سيناء والبحيرة. يعني خليني في البداية يعني نقول الحمد لله، احنا يمكن في 5 أيام عمل مبادرة السيد الرئيس القضاء على فيروس سي والكشف عن أمراض غير السرية، قدرنا نحقق النهاردة لغاية ظهر اليوم 890,000 أو أكثر متردد على النقاط ال 1412 نقطة على مستوى الجمهورية، على مستوى 9 محافظات عفوا المرحلة الأولى. إن شاء الله خلال ساعات أو بنهاية اليوم النهاردة نتجاوز المليون متردد في 5 أيام، وده مؤشر إيجابي جدا وبيدل على وعي المواطنين بمدى أهمية المسح والاطمئنان على صحتهم،
وايضا بيدل على تضافر كافة جهود كافة قطاعات الدولة وهيئتها في للوصول الى المستهدف. نعم. الحقيقة يعني زي ما حضرتك يمكن ذكرتي او زي ما اتقال في المؤتمر الصحفي، حملة 100 مليون صحة في 9 محافظات، يمكن نسب المشاركة الاعلى في محافظة البحيرة تتصدر، ثم محافظة القليوبية تليها، ثم محافظة اسيوط، محافظة جنوب سيناء محافظة اكثر محافظة حققت المستهدف حوالي 104% اليوم. يعني مستمرين في العمل ومستمر الاقبال بيتزايد. يمكن زودنا عدد نقاط البحث في المبادرة من 1412 نقطة ل 1448 نقطة، ووجهنا عربات متنقلة للكشف على العاملين في أماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في 9 محافظات المستهدفة في المرحلة الأولى، وده الحقيقة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. زي ما وضحت لحضرتك، يمكن مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس والأمراض غير الجارية دي حصاد الإصلاحات الاقتصادية اللي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، وده بناء الإنسان اللي تحدث عنه سيادة الرئيس، في دليل إن البلد فعلا دولة في الكل بتمشي وتتحرك بسرعة. نعم. لصالح المواطن. أشكرك. يعني خليني أوضح لحضرتك أيضا إن إحنا اشترينا 6 مليون كاشف سريع من الكواشف المستخدمة في المبادرة لاستخدامها في فحص العمر طلبة المدارس الأقل من 18 عام. نعم. اللي هيتعمل إن شاء الله في الفترة المقبلة وخلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بإذن الله. أشكرك دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. نظمت وزارة الداخلية مجموعة من القوافل الطبية في عدة محافظات في ظل مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث توافر القوافل جميع التخصصات الطبية للمواطنين وتقوم بعمل الكشف وصرف الأدوية لهم بالمجان. يستطيع المواطن أن يكشف هنا بالمجان، فهذه قافلة طبية بأحد أحياء القاهرة تأتي تزامنا مع قوافل أخرى بالمحافظات توجهها وزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى مكان القافلة بعد الإعلان عنها ويأخذ دوره في الكشف. كل التخصصات الطبية متاحة، وأطباء على أعلى درجة من الكفاءة، يصاحبها صيدلية لصرف الأدوية بالمجان. النهاردة احنا في القافلة الطبية النهاردة معانا كل التخصصات، البطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، العظام، المسالك، المعمل، الإشاعة، بالإضافة إلى الصيدلية لصرف كافة الأدوية اللي سيادة المواطنين محتاجينها. وعلى مدار أيام تستمر هذه القوافل الطبية في الأماكن المستهدفة وهي الأشد احتياجا في الأحياء والقرى والنجوع، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الكشف والذين أشادوا بهذه المبادرة الإنسانية الاجتماعية التي تراعي احتياجات المواطنين من رعاية طبية فائقة قد لا تكون متوافرة في هذه الأماكن. كشفت مرتين بطيني وكسرت أنف وأذن وحنجرة، وآخر أحلى معاملة والله، كله بيستفيد منها، والصغير والكبير كله اللي عايز يجي يكشف ما بيتمنعوه. وربنا يحمي الرئيس ويحمي الجيش ويحمي الشرطة ويحمي كل واحد شريف في الدنيا دي. يغادر وزير الخارجية سامح شكري اليابان عقب مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، متوجها إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط المقرر انعقاده بعد غدا الاثنين. ومن المقرر أن يلقي شكري كلمة أمام المنتدى تتناول رؤية مصر نحو سبل إطراء آفاق التعاون بين ضفتي المتوسط في ظل التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى كيفية تعظيم دور الاتحاد من أجل تدعيم التعاون وتكامل الإقليميين. نظم التجمع الليبي الديمقراطي مؤتمرا صحفيا بالقاهرة للإعلان عن مبادرة ليبيا دائما وأولا، والتي تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحماية موارد البلاد من الهدر والاستنزاف. ليبيا دائما وأولا، تحت هذا العنوان انطلقت مبادرة التجمع الليبي الديمقراطي لوضع حل للأزمة الليبية وتجنب مخاطر الحرب الأهلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي. الهدف الأول هو إيقاف أو فك التشكيلات المسلحة وإيقاف الحرب الموجودة داخل ليبيا، والهدف الثاني هو التعجيل بالانتخابات العاجلة للانتهاء من الانقسام السياسي الموجود في البلد والرجوع إلى وضع الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي لنضمن
لنضمن حرية المواطن. المؤتمر الذي شارك فيه نحو 60% من أطياف الشعب الليبي ممثلين في مشايخ وأعيان الدولة الليبية وأعضاء من مجلس النواب وقيادات التجمع الليبي الديمقراطية أكد على إعلاء مصلحة الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية فوق أي اعتبارات. نبى المواطن الليبي يعيش بكرامة، نبى المواطن الليبي يأخذ حقه، هذا المطلوب. هل هذه صعبة؟ الحمد لله بلاد كل خير فيها، ما فيش حاجة نقصتها. لجمع الشمل الليبيين، لأن إذا كنا حنبني دولة وأمامنا بناء دولة لابد أن نبدأ من القاعدة ونجمعها على رأي قلب إنسان واحد علشان نتمكن من إتمام بناء الدولة إن شاء الله. نتوقع أن يكون، لأن أغلب القبائل جو، أغلب الأعيان جو، عمداء بلديات غير، نتوقع أن تكون النتيجة جيدة على الأقل. يذكر أن التجمع الليبي الديمقراطي هو نتاج عمل متواصل منذ قرابة 8 سنوات، وكانت النواة الأولى للتجمع هي مؤسسة العدالة أولا وليبيا الحرة. في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجمة التي يعانيها الشعب الليبي، تشهد القاهرة انطلاق مبادرة التجمع الليبي الديمقراطي ليبيا دائما وأولا للم الشعب الليبي وتوحيد صفوف الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة. أمل صبري، النيل. مشاهدينا نتابع أخبار الاقتصاد مع الأمير داود بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها: استقرار أسعار الذهب المحلي بالأسواق وسط هدوء في حركة البيع والشراء. استقرت أسعار الذهب في التعاملات اليوم بعد ارتفاعه أمس بقيمة جنيهين، ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر رواجا في السوق المصرية 599 جنيها للجرام، في ظل هدوء تام في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية بسوق الصاغات المصري. وسجل الجرام عيار 18 نحو 513 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهبي نحو 7492 جنيها. يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كوجاك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بجزيرة بالي بإندونيسيا. ومن المقرر أن يقوم وزير المالية في طريقه إلى إندونيسيا بزيارة كوريا الجنوبية للاجتماع بالمسؤولين الكوريين وبنوك وصناديق الاستثمار لبحث إمكانية جذب استثمارات جديدة لمصر. ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمته في الاجتماع الذي سوف تعقده كريستين لاجارد مديرة الصندوق مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط، ويستعرض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بأن خطة العام المالي 2018-2019 بمدينة السادس من أكتوبر تبلغ نحو 5,220,000,000 جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وأوضح مدبولي أن ما تم صرفه بالعام المالي 2017-2018 بلغ نحو 6,900,000,000 جنيه على أعمال المرافق ومشروعات الإسكان والمباني الخدمية. وقال مدبولي أنه يجري حاليا تنفيذ 6,720 وحدة سكنية في 280 عمارة بمشروع الإسكان الفاخر بالتوسعات الشمالية بجوار نادي الصيد بالمدينة. أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة أنها تسعى من خلال استراتيجياتها الجديدة للوصول بالمكونات المستوردة الداخلة في صناعة الملابس إلى صفر خلال 4 سنوات. وأوضحت الغرفة أن نسبة المكون المستورد في صناعة الملابس الجاهزة تتراوح ما بين 30 إلى 35% من المنتج النهائي حالياً.
ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزميل أيمن منصور واستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير. شكرا جزيلا لك أمير. اجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتأكيد على اتفاقهما بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة واليابان لديهما وجهات نظر منسقة وموحدة من أجل النجاح في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يجتمع بومبيو مع نظيره الياباني تارو كونو قبيل توجهه إلى كوريا الشمالية، حيث أوضح بومبيو أن هدف محادثاته في بيونغ يانغ سيكون تأكد من النوايا الحقيقية لكل طرف، بالإضافة إلى بناء ما يكفي من الثقة بين واشنطن وبيونغ يانغ من أجل الوصول إلى السلام. وتعد اليابان المحطة الأولى في جولة وزير الخارجية الأمريكية الآسيوية التي تستمر 3 أيام، وتشمل أيضا الكوريتين والصين. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر القادم للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيرانية. وأوضح مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن الإدارة على استعداد للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة. كانت الإدارة الأمريكية قد انسحبت من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو الماضي، وأعلنت قيامها بإعادة فرض عقوبات بشكل منفرد على مستهلك النفط الخام الإيراني في 4 نوفمبر القادم. ومشاهدينا الآن نتحول لمتابعة أخبار الرياضة مع ياسمين الأفاص بعد الفاصل.